كان العام عاما سعيدا، ربما أكثر الأعوام سعادة، 2018 حينما أقرت الدولة أنه عام للأشخاص ذوي الهمم، ويبدو أن هذا القرار كان فاتحة للخير على هؤلاء الذين يمتلكون قدرات خاصة. والدليل أننا هنا في المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للحديث عن أهمية هذا المجلس وأيضا دوره في الانتخابات الرئاسية. ومعنا الأستاذ حسام الدين الأمير المتحدث الإعلامي باسم المجلس للحديث عن أمور كثيرة في هذا المجلس. مساء الخير يا فندم، وأنا بحضرتك معنا على شاشة قناة النيل الأخبار. مساء النور لحضرتك وكل التحية لكل المشاهدين. أهلا بك يا فندم. يعني في البداية أستاذ حسام، نتكلم عن أهمية هذا المجلس. خليني أقول لحضرتك أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هو المجلس اللي بيرسم السياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم والحفاظ على كرامتهم، والمجلس اللي بيتعاون مع الهيئات الدولية علشان خاطر قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، هو الممثل للأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة وممثل الأشخاص ذوي الإعاقة في كل القضايا، هو المجلس حلقة الوصل والربط ما بين كافة الوزارات المعنية وما بين كافة أجهزة الدولة. المجلس بشكل أساسي يعني ومعني بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة على كل المستويات المتعلقة بالإتاحة والتيسيرات، المستويات القانونية والصحية، على كمان فكرة التشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وإبداء الرأي فيها بشكل كبير وبشكل أساسي. كيف استعد المجلس هنا للانتخابات الرئاسية؟ خلينا أقول لحضرتك أن الأشخاص ذوي الإعاقة دائما ما يقدمون صورة إيجابية في كل الاستحقاقات الماضية، لكن كمان كان من الواجب هذه المرة أن يكون هناك رد للجميل للدولة المصرية خلال الأعوام اللي فاتت اللي الأشخاص ذوي الإعاقة شهدوا فيها التمكين والدمج والتأهيل والتدريب، وشهدوا فيها كمان أمور كثيرة جدا على كل المستويات. ومن هنا كانت الاستعدادات في فكرة تقديم صورة إيجابية لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 كحق وواجب كفلوا الدستور وكفلوا القانون. النهاردة الأشخاص ذوي الإعاقة هم نازلين، هم بيمارسوا حقوقهم الدستورية والقانونية. المجلس بدأ خلال الثلاث شهور اللي فاتوا من بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية، المجلس بدأ بمبادرة اسمها صوتك حقك. صوتك حقك هي مبادرة وصلت لكل القرى والنجوع على مستوى محافظات الجمهورية. هذه المبادرة راحت ال 27 محافظة، التقت بالأشخاص ذوي الإعاقة في ال 27 محافظة، قالت لهم الإجراءات والتيسيرات اللي قدمتها الدولة المصرية والمكتسبات اللي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأعوام اللي فاتت. النهارده اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية واللجنة وغرفة العمليات شغالة منذ أمس، يعني نوع الاستفسارات اللي بتصل إليكم إيه بالظبط؟ خليني أقول لك قبل فكرة نوع الاستفسارات إنه كمان غرفة العمليات مزودة بخدمة الفيديو كول. عندنا خدمة الفيديو كول للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال توفر مترجمين إشارة جوه اللجنة الانتخابية جوه غرفة العمليات للرد على أي استفسارات من خلال لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. عايز أقول لحضرتك أغلب الاستفسارات اللي كانت موجودة إمبارح إنه الاستعلام عن اللجان الانتخابية، كان هناك عدد من اللجان كان عدم توفر بعض الكراسي المتحركه فيها وتم التواصل بشكل اساسي ومباشر مع قطاع حقوق الانسان وزاره الداخليه وتم توفير ده. كان اللجان اللي ممكن يكون فيها اللجنه في ادوار علويه كان بيتم التواصل مع الهيئه الوطنيه للانتخابات والقاضي كان بينزل بنفسه علشان خاطر يساعد الشخص ذوي الاعاقه على انهاء عمليه التصويت بتاعته. كانت هناك بعض اللجان اللي ما كانش فيها طريقه الاقتراع بطريقه برايل او ورقه برايل، على طول تم التواصل مع الهيئه والهيئه يعني افادت انه بالفعل تم تسجيل اي امر متعلق. قنوات التواصل معاكم يا فندم ايه؟ ارقام ومواقع تواصل اجتماعي وايه بالظبط؟ خليني اقول لحضرتك ان احنا عندنا الرقم المختصر 16736، وده يا ريت الاشخاص ذوي الاعاقه كلهم يكون عندهم علم بهذا الرقم، لانه هذا الرقم بعد انتهاء غرفه العمليات بيعمل لخدمه وصالح الاشخاص ذوي الاعاقه على كل مستوى. يعني عن... لا هو الرقم دلوقتي مخصص للانتخابات فقط، لكن هو الرقم المختصر الخاص بالاشخاص ذوي الاعاقه للرد على اي استفسارات متعلقه باي امور حياتيه تخصهم. النقطه الثانيه عندنا الصفحه الرسميه على الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، ده موفرين عليها برضو فرصة للتواصل. عندنا أربع خطوط موبايل، الأربع خطوط دول موجودين للتواصل من خدمة الفيديو كول للرد على أي استفسارات، كمان من خلال المتابعين اللي موجودين، كمان من خلال غرفة العمليات المركزية هنا. احنا عندنا هنا استعلام عادي جدا للشخص ذوي الإعاقة يقدر انه يجي من هنا كمان في غرفة العمليات ويستفسر عن أي إجراء هو محتاجه. ايه الرسالة اللي تحب توصلها لكل الناس سواء كان أشخاص ذوي إعاقة أو جمهور عادي؟ خلينا أقول لحضرتك إحنا في مرحلة فارقة من عمر الوطن، شايفين التحديات كلها اللي موجودة حوالينا، ومن هنا بات علينا جميعا أن نكون
يعني على قدر المسؤولية الكاملة أشخاص طبيعيين أو أشخاص ذوي إعاقة. خد بال حضرتك الأشخاص ذوي إعاقة خلال اليوم الأول امبارح والنهاردة مع الساعات الأولى من اليوم الثاني وأكيد مكملين لبكرة، قدموا صورة إيجابية حقيقية في فكرة التصويت وتحدي كل الصعاب اللي ممكن تبقى موجودة. الناس نزلت وراحت لجانها، وكمان المصريين قدموا ده، ودي رسالة للعالم ورسالة من الداخل للخارج ورسالة من الداخل للداخل أيضا. خلونا كلنا نكون قد المسؤولية ونكون قد بناء الجمهورية الجديدة بشكل حقيقي. صحيح، يعني هم أشخاص ذوي همم وأصحاب همم، ويعني قدموا صورة مشرفة كما ذكرت منذ أمس واليوم وغدا أيضا إن شاء الله. أستاذ حسام أشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم على تواجدك معنا على شاشة قناة النيل الأخبار. شكرا وكل التحية لكل السادة المشاهدين. أشكركم أعزائي المشاهدين على هذا اللقاء، وشكرا لطيب المتابعة. إليكم زملائي في الاستوديو.